شوف رقه صوت الجرس. انت ماشي من هنا ليه؟ ما تيجي من هنا يا ابني اقرب. هنا الشرطه كتر. ربنا يجعل له نصيب فيها. هو من وصل الاول؟ يعني ايه يعني؟ انا وصلت قبلك. يعني ده مش شورت كات؟ البيت ده فيه حاجه المفروض ان هو دي اقصر. اوبا يا ورد جايب ورد يا حياتي. يا ورد جايب ورد. ليه هو؟ ازيك يا سنيور؟ سنيور صح قديم قوي. قمر دخل قمر قمر شيك شياكه ما حصلتش. اتفضلي يا حبيبه قلبي. يا حبيبي نورت الدنيا. اقفل الباب يا حبيبي. اقفل الباب. ايه الشياكه والقمر والعسل ده؟ ميرسي يا حماده. والله العظيم شعرك يتجنن والفستان يتجنن. ميرسي يا حماده. اخبارك ايه يا حماده؟ الحمد لله كله فل والله. قفلت الباب كويس ولا ايه؟ منى عايز اقول لك على حاجه بقى. قول لي يا حبيبي. خش في الموضوع. يلا. احنا بقى لنا يومين بنتكلم عليك بالخير. حقيقه. منى شلبي. قمر. حقيقه. شيك. طبعا. نجمه. غنيه. الله اكبر يا حبيبي. انت بمقرش. انت بتعمل مسلسل كل سنه. ما بيش مسلسل كل سنه. صح على فكره. اعلانات. انت برامج. برامج ايه؟ انا ما بعملش برامج اصلا. ايوه صح دي حقيقه. مقله جدا دي حقيقه. اما بنام متربك في حد. الحمد لله رب العالمين. ده الموضوع. اه يا حبيبي. يعني لا ينقصك شيء. الحمد لله ما شاء الله ربنا يزيدك. الا شيء واحد. ايه يا رب؟ ايه هو بقى؟ الاستقرار. اه وانت مين قالك انها مش مستقره؟ زي الفل ومستقره وفله. ايه كلمني كلمني يعني. اه يعني انت معلش يعني انا اسفه. يعني كلمني على الاستقرار يا عمرو. اه يعني قول لي قول لي ايه هو معنى الاستقرار بالنسبه لك؟ هو انت هي عندها هوم سيكنس في مش دي في هوم سيكنس يعني سيكنس كوميتمنت فير. الله. هو اصلا فير اوف كوميتمنت اساسا. اساسا يعني احنا ايه بقى دي احنا إيه؟ تعلمنا ميري. خلي بالك انت عندك حاجه يعني عندك حاجه بالانجلش. آه عندي عقده. عندك حاجه عندي إنجليش. مشكله. ايه بقى العقده دي؟ بامانه يعني عندي مشكله. لا انا بسمع منكم. انت انا بتعمل يعني احنا اللي بنحلل يا صاحبي. انا بص انا عايز احنا كنا مترددين نتكلم معاكي في الموضوع ده. باشا اتكلم زي ما انت عايز. بصي بقى انت بتيجي وانت من الاخر بتيجي على الاخر وتهربي وتفلسعي بتيجي. صح صح بس دي مع حاجه. الكلام ده على فكره بنقوله هنا لاول مره. منى شلبي بتفلسع. لا يعني هي ما تكملش للاخر. هنعرف انها يعني في بتحب الحب وكده وعندها علاقات اوكي يعني. بس اول ما بتوصل عند عندها علاقات اوكي كده. لا يعني عندها يعني اكيد عندي احساس ومشاعر. عندك احساس اكيد. بس انا قصدي يعني لا قصدي انك بتيجي عند مرحله الفستان والجواز والبيت بتفلسعي. عشان اذكى منك انت تحديدا. انت تحديدا على فكره انا بفهم بس بعد ثالث عين يعني رابع يعني انت متاخر قوي. يعني انت سابقاني مثلا بتسع سنين. يعني انت قول يا قمر. قول يا حبيبي. ضد ايه؟ ايه يعني مش عايزه تستقر يبقى عندك بيت وضل راجل وضل حيطه والشغل ده؟ لا هي ما ضل راجل وضل يعني هو لو راجل اوكي لو حيطه بتجري قبل الجواز ليا منا. ما فيش نصيب. هاتي من الاخر يا منا. ما فيش نصيب يا عمرو. ما فيش نصيب. مش دي اقدار؟ ايوه بس ممكن بس يعني بجد أيوة. والله العظيم انت ممكن تكوني خايفه من مسؤوليه يعني مثلا. انا ساعات لا انا مسؤوله عموما. ساعات بيجي لي ساعات انا يعني مثلا قعدت مثلا 3 ساعات مره مش متجوز. والله العظيم بقى مش يعني ما بكذبش عليك. انا عارفه كلنا بفكر ايه. بفكر في ايه. انا مثلا بفكر اقول مثلا انا عايز اعيش حياتي يعني. انا بجد الجواز ان ست هتقول لي انت رايح فين بالليل انت جاي منين او مثلا او في عيال بس الراجل غير. فاهم قصدي؟ والنبي سيبه بس يقول لنا الحته دي عشان أيوة انت نفسك تسمع. انت يعني بس انت جاي هنا تساليني يفضفض. ما انا عايز اقول انا عايزاه يفضفض. بص والله العظيم والله العظيم والله والله انت عارف انا معاك والله. يعني انا يعني بيجي عليا موسم التزاوج زي الزواحف. ايوه فاهم. بس لما بيجي عليا بيجي لي احساس ان انا عايز اتجوز. اي حبيبي بيجي لي فكره ان انا مش عايز يعني ابقى مقيد. عايز ابقى حر. عايز ابسط. عايز اسافر اقعد 3 4 ايام مع اصحابي. الانسان مقيد ولا ايه؟ فاهم. عايز اشهيص يعني فاهم. فدي ده ممكن يكون فكره. بس ساعات بقول لا انا خلاص انا عايز. لا بس هو بيبقى لذيذ برضو يعني. قصدي ايه؟ ان انت يعني انك انت تبقى عايز تبقى حر او انك انت تسافر وتتبسط ويبقى عندك صحاب وبتاع. لو انت عندك مثلا شريك حياه متفهم ولطيف وتعمل كده معاه ده لذيذ.
بص هو اصلا ده عمره ما اتجوز قاصد اللي بيتكلم بقول لك ده هو اصلا ما اتجوزش قاصد كل الجواز على فكره ومعظم الرجاله ما بيتجوزوش قاصد يعني الراجل ليه يا عم الراجل ما بيعرفش يتجوز الراجل بيبقى مش عايز يعني فكره الاستقرار دي بتهرشه لحد ما يخش وبيستقر طب انا مش عايز اضايق حد انما الست انا مش عايز اضايق حد لا استني بقى انت ليه بتهربي لا بس هيك بس عايز اقول لك حاجه بجد بجد هي كانت بتقول نقطه حلوه حلاوه مش عادي يعني ايه اصل الرجاله ها اول ما بيخش على ست عشان يتعرف عليها بيديها احساس انها حريه لا وكمان وجميلة. لا بيبقى عنده كمان حاجه حنان اكتر من الام جداً. في حنان الام كده مقفور محامي اول